حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحه قال افلا اذنتموني قالوا دفناه في ظلمه الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه